الكريم يا المشاهدين المتابعين لهذه الانطلاقات، مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، الاستعدادات الاوليه لانطلاقه ايضا شوط اخر، شوط جديد، شوط مشاهدينا الاعزاء ايضا خصص لفئه ايضا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ايضا من ضمن اشواط المحترفين، اشواط الاناث ايضا ضمن هذه الاشواط مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اشواط وختام هذه البطوله، ختام هذه البطوله، بطولة السلق لعام 2020 مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اتابع هذه الاسماء كاميلا كاميلا وناصر بن حميد بن راشد بن دلموك مع المركز الاول ومع المركز الثاني ايضا هنالك مع بنكي بنكي وثالثا هنالك صوابي بيبي. الله يا كاميلا يا كاميلا التجاوز بهذه اللحظات من بنكي، ولكن كاميلا كاميلا بنكي بنكي كاميلا كاميلا تهانينا والف مبروك يا بن دلموك يا بن دلموك ويا اهالي ند الشبا يا اهالي ند الشبا، والسلامات والسيطرة والتميز بالفعل بالفعل معك يا بن دلموك، معك يا ناصر بن عبيد الراشد بن دلموك، بالفعل فوتو فينش بالفعل مع الاناث المحترفين ومسافة الالف الف متر مشاهدينا الاعزاء، ولكن بنكي بنكي من تحمل رقم اثنين هي من حصلت على المركز الاول، المركز الثاني كاميلا ايضا ناصر بن عبيد بن دلموك الاكتيفي مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام، ثالث المراكز كانت هنالك صوابي بيبي ايضا ناصر بن عبيد بن دلموك الاكتيفي، والرابع المراكز كانت ايضا هنالك شب لايضا ناصر بن عبيد بن دلموك الاكتيفي مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، لك التهاني ولك السلامات وتستاهل الفوز والناموس والانتصار يا بن دلموك بهذا الاداء الرائع وبهذه العروض المسائيه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ايضا في هذا المساء، شوطين متتاليين ايضا اشواط المحترفين اشواط المحترفين اشواط السرعه اشواط الالف متر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والتهاني والسلامات ايضا بهذه اللحظات لناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك الاكتبي.